صبحكم بالخير حبايب قلبي متابعين قناتنا، وميت السلامة فيكم، ومبسوطين كتير بوجودكم معنا. من قفا الكاميرا أبو عبد ببعت لكم سلامات وتحيات. سمعوا صوتك صباح أبوي. الخيرات وأهلين وسهلين بالجميع، نورتونا. يا جماعة سبق ونزلنا وصفة لشغل معروك رمضان الأصلي، والحمد لله كانت وصفة كتير ناجحة. واليوم رايحة أعملكم معروك بطريقة تانية أنظم وأتقال، ونجاح مسكر بإذن الله. بلزمنا لأرز قطر 30 سنتيمتر، 3 كاسات كبار طحين أبيض أو طحين جاتو بمعدل 450 جرام. مندشر جنبنا طبعا قطرة طحين، احتمال نحتاج رشات وقت العجين، و3 حبات بيض. يعني بدك تقولوا كل كاسة طحين بلزمها بيضة. كون مطالع من البراد بلا معلمية عليكم قبل بوقت. 150 جرام زبدة حيواني نباتي ما بتفرق، المهم تكون زبدة طرية بحرارة الغرفة، يعني لا قاسية ولا سايحة. 1/4 كاسة حليب دافي، إذا عندكم الحليب بودرة روبوا معلقة صغيرة بربع كاسة مي دافية بمشي الحال. 2 معلقة طعام ممسوحة، خميرة حبيبات. 3 ملاعق طعام سكر، يعني بمعدل لكل كاسة طحين 2 معلقة سكر، ورشة صغيرة ملح، وظرف فانيل من اللي منجيبه من السوق. وإذا عندكم الفانيل الفرط الأصلية حطوا نتفة براس المعلقة مشان ما يتمرمر. ومعلقة طعام ممسوحة، محلب مطحون، وإذا ما التقى المحلب بلاش عليه أبو عبدو، ما هي مشكلة. منكهات اختيارية، بقاش متوفر عندكم ممكن تحطوه، حطوه مثل الشمرة، ينسون حطوا منه معلقة أكل. هدول هن الغراض هيرناهم لازمتنا. طبعا محتاج قالب او صينية قطرهم 30 سنتي مشان خبز المعروك. اول شغلنا بنختبر الخميرة، اذا شغالة بنحط 2 معلقة سكر من العيار اللي هيرناه مع 1/4 كاسة مي فاترة، بنضيف عليهم الخميرة ومنروبها ترويب لحتى تدوب الحبيبات. منغطي الكاسة منتركها كم دقيقة، إذا كانت شغالة منلاقيها بديت تفور، ماي شغالة بتضل على حالها، لازم نجرب كمية تانية. انتبهوا يا جماعة، الخميرة كتير أساسية بنجاح المعجنات. هلا شي متأكدنا إنه اشتغلت الخميرة، منبلش بتحضير العجينة. ننخل الطحين مثل ما قلت لكم سابقا، النخل كتير مفيد للطحين مشان يتفرفد ويصير سهل عجنه مع السوائل. منضيف السكر ومنضيف الملح ومنضيف الفانيل، لزمة الفانيل لأنه بدنا نستعمل بيض بالعجينة، والفانيل بخفف زنخة البيض قطرة. وهلأ منضيف المحلب ومنخلط المكونات الناشفة كلها مع بعضها. وهلأ منبلش منضيف بقى المكونات السائلة للطحين. نعمل جورة بالنص ومنحط البيض، منضيف الحليب وهي الخميرة اختمرت فارت وعلى أصلها يمه، منضيفها مع باقي المكونات. أول شغلنا بنخفق المكونات السائلة بالشوكة مثل ما لكم شايفين، وشوي شوي منبلش بنخلط مع الطحين. هلأ صار فينا نشتغل بالعجينة بإيدينا، منضل عم نعجن لحتى تنخلط كل المكونات مع الطحين وتتماسك العجينة. بيني وبينكم الشغل بالكفوف المطاطية ملبك قطرة، بس أبو عبدو هيك عطاني الأوامر أشتغل بالكفوف، قال أشين تحاك، لا قال لك تحاك. بلشت العجينة تلم على بعضها وشي فرجي.
هلا مثل ما لكم شايفين لميت العجينة على بعضها، منبلش منضيف بقى مكعبات الزبدة، منحط كم شقفة زبدة ومندعكم مع العجينة، وبس ندعكت منرد منضيف شقفة زبدة تانية هيك لبين تخلص إضافة كمية الزبدة للعجينة. هلا رح تشوفوا العجينة دبقت قطرة وصارت تعلق بالإيد، هون بقى منضيف رشات طحين ومنعجنة، ولو عذبتكن شوي بالعجن بس بدك تطولوا بالكن. الله يدوش عدوك يا أبو عبدو على شغلة هالكفوف ولونهم أزرق كمان. لك حاجنا هدول لقيتهم بالسوق. هلا أمي وأمك كانوا يلبسوا كفوف ناني؟ أمي وأمك ما كانوا يصوروا فيديوهات ويحطوها على اليوتيوب. يا خي الشغل بالطبخ وبركة الرجال بالبيت اتنيناتهم بدهم صبر وطولة بال. والله ما عم بكسر بطبش للطولة بالك علي. لا ناني بس إلك نقة ومزاج بيضل حدا عم بفتر حواليك. ايه بقى هيك ربيت عند اهلي. يرحمك بترابك يا حماتي، انت دللتي وانا علقت. الله لا تشتغلي فيني، اشتغلي بالعجينة توشتي راس الخلق. هاي عجينتنا صارت هايرة وشي أنظم ما يكون، الله بقى يكمل معنا وتطلع على الخبز كمان منظومة. هلا منغطيها بنايلو بأحكام أو منلبس الصحن بكيس نايلون ومنسكره منيح منيح ومنستره بشي قماشة ومندشره شي كم ساعة لحتى تختمر العجينة على السوا. هاي العجينة اختمرت وتضاعف حجمها وصارت هايرة للمد بالصينية. هاي منشيل عنا النايلو ومنلم لم، يعني ما عاد بدها عجن. لقيت عندي كشمش قلت بدي احط لها رشة، كتير بروح معه بالبقلة. هلا بدي بقى بصينية الخبز مثل ما قلت لكم، هالكمية بيناسب صينية قطر 30 سنتي. انا عندي قالب مفك وطرافه، حطيت بقلبه ورق زبدة. انتو ما عندكم ورق زبدة فيكن تدهنوا اي صينية بقطرة زيت او زبدة او سمنة وترشوا لها طحين مثل ما بتدهنوا قالب الجاتو، كمان بمشي الحال. بعد ما دهنت ورق الزبدة بحط العجينة وبفردها بالايد على ارض الصينية لحتى تصل للحراف. شوف ابو عبدو شوف هالعجينه شقد مطواعه وعم تمد معي بسهوله. يسلم الايدين. اقرالي بقلبك المتعوزات مشان العين. حقك لازمك اقراي. لك هلا فرحانه على حالي زبطت العجينه معي؟ خدني على قد عقلي مفشني قترة. يمو يمو ابو عبدو هالبدايع شي لا حدا عمله قبلك ولا حدا سوا. تسلم لي. خلصنا من مد العجينة، هلا بلشنا ندهن وتشة مشان تحمر على الخبز. أنا حطيت قطرة زيت مع حليب وخلطتهم مع بعض رح أدهن فيهم وتشة العجينة. في منهم بدهنوا الوتش بصفار بيضة كمان بمشي الحال، اعملوا اللي بناسبكن. هلا بعد ما دهنت وش العجينة بدي اغاويها بقى بالسمسم الأبيض، ردوا تحطوا حبة بركة كمان بالبقلة.
ايش عم ترشي صنوبر؟ لك هو سمسو اسخي. امرك امرك، روح قلبك الغبا. ايه بقى لعين بدها تاكل. وهيدا عمالي وهي لأبو عبده بالسمسم، وهلا بنرجع نغطيها بنايله كمان مندشها شغلة ساعة الأخر لحتى تكتمل اختمار صينيته. هي عجينتنا المنظومة ردت نفشيت وصارت هايرة للخبيز. منحمي الفرن شغلة 5 دقايق، ومنحط الصينية مرتفعة أترى عن أرض الفرن، وبنشعل من تحتها بس. بلزموا خبز لهالقرص بين 20 لـ25 دقيقة من تحت، و5 دقايق بس من فوق للتحمير. بس منخلي عيننا على الفرن، ما بننشغل عنه. بس منتأكدنا من خبز القرص كويس منطالعه من الفرن مندشره ليبرد بصينيته. يا عيني شي بشهي من يدي من عدمها. يا مو غرف قلبي على هالمنظر، غط قلبي غط قلبي من روايح. طلعت مهودرة. ندهن وش القرص هلا بالعطر مشان نعطيه لمعة ونظهر حسنه وجماله. حلاوته هالقالب انه بنفك وترافه بسهولة، وبصير شال القرص كتير هين. أبدعت يا أم عبيد، طالع سفنجي وخفيف وطري مثل أخلاقك الطرية وروحك الخفيفة. تسلم لي. يلا حبايبي إن شاء الله بتساووه بينجح معكم وبتطعموا حبايبكم أطيب معروك شغل البيت. ما في أطيب وأنظف وأوفر من شغل البيت. وإذا عجبكم بنكون ممنونين إذا اشتركتوا معنا بالقناة وتصيروا من عزوتنا الغالية. اكبسوا على زر الاشتراك اللي تحت الشاشة وفعلوا الجرس، وميت السلامة ونورتونا.